يسوي تقرير جدا لطيف في مقاهي مدينة جدة، وش يشوفون الناس الساعة 11؟ احنا لا حفظناهم ولا غيرنا التلفزيونات، نشوف. اليوم راح نتواجد في كافيهات ومقاهي شعبية حتى ناخذ آراء الجمهور عن برنامجهم أكشن يا دوري. من جيت الحين شفت كل القنوات كلكم على اكشن وشفتكم جالسين على اكشن، ليه جالسين تتابعون البرنامج؟ لانه برنامج شامل يعرض فيه تفاصيل المباريات اليوميه. ليه جالس تتفرج البرنامج على اكشن؟ والله نشوف اخبار الاتحاد بس، هذا اللي يهمني اكثر شيء في اكشن، غير كذا ما يهمني اي حاجه ثانيه، ممكن المنتخب لكن غيرها اول ما في شيء للاتحاد ما اتفرج نهائيا. للاتحاد اوكي ما شايفين جمال عارف جالس يتكلم على الاتحاد. والله جمال عارف ما تدري هو مع الاتحاد او ضد، ما ادري، اوقات يتكلم كذا اوقات يتكلم كذا، ما تدري يعني ايش يبغى يوصل بالضبط، ما ادري ايش يبغى يوصل بالضبط، ما تدري. واحنا بنتابع اكشن دوري كل يوم لازم، هذا يعني والله برنامج رياضي الوحيد في اللي يعني تحس انه يديك اخبار الرياضه كلها ويشعرك انه في يعني شيء اسمه كوره وكذا. خلي الجمهور هو يعمل استفتاء، نخده كمقترح. عطنا استفتاء وحنا نحطه بكرة. استفتاء زي ايش اقول لك مثلا؟ استفتاء على البرنامج، ما رأيك في نقاد برنامج أكشن يا دوري؟ كده حط هذا مثلا، هل هم موضوعيين؟ هل هم متعصبين مثلا؟ هل هم موضوعيين؟ زي كذا يعني، فاهم؟ هذا يعني شيء كذا بس جاء واحد على خاطر في الخاطر يعني زي كذا. وكمان قول الكابتن الاستاذ وليد يغير ديكور، لانه ديكور له سنتين دحين. والله شوف الباك جراوند نفسه. برنامج ممتع الصراحه، البرنامج الاول في السعوديه اللي الكل والاغلب يتفرجوا اكشن الدوري صراحه. افضل برنامج انا افضله رياضي عربي. اتمنى لوليد الفراج الاستمرار والتوفيق باذن الله. يعني لو يقدمون شويه على اللي يبغى يتابع، اللي يبغى، لان اوقات متاخره شوي. ابغى اتابع قرارات معالي الشيخ تركي آل الشيخ، يعني صراحه يعني قرارات كذا وحماس صراحه، عشان كذا يعني احب اسال عادة تويجري يعني ليش كذا يعني الى متى؟ خلاص احنا انتهينا من التعصبات ذي. والله وليد الفراج احب انا هذا اوجه له، تمام، اقول له انت صراحه يعني دخلتنا في مشاكل مع البيت صراحه، كل اكشن يا دوري اكشن يا دوري، المدام عندي يعني ايش يبغون هذا فيلم، يبغون شيء حاجه وانا حاط اكشن يا دوري، تقول لي هذا وليد الفراج وراي في كل مكان زي كذا، يعني وليد خف علينا شويه يعني. مسبب مشاكل سريه. مسبب مشاكل.